بين الفراغ الرئاسي والخطط الأمنية، يبدو أن المشهد اللبناني أصبح شبيهاً بعداد البورصة الذي ترتفع أرقامه في جانب وتنخفض في جانب آخر. فبينما يزداد عدد أيام الشغور في قصر بعبدة بعد 379 يوماً على الفراغ، تثبت الأحصاءات أن معدل الجريمة آخذ في الانخفاض نتيجة بدء السير بالخطط الأمنية. بالرغم من استمرار الأزمة السياسية والتوترات الأمنية، ملاحظ أنه من نهاية العام 2014 والعام 2015 بلشت المؤشرات الأمنية تتحول من سلبية إلى إيجابية نتيجة الخطط الأمنية والتدابير اللي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات بالعديد من المناطق اللبنانية، سواء ببيروت أو بالبقاع أو بالشمال. من هالمؤشرات الإيجابية ملاحظ أنه عدد القتلى تراجع كمتوسط شهري بالعام 2013 من 32 إلى 27 في العام 2014 إلى 15 في العام 2015. صافي السيارات المسروقة تراجع من 135 سيارة شهرياً إلى 54 سيارة إلى 40 سيارة بالعام 2015. حوادث السرقة تراجعت من 189 عملية سرقة إلى 158. عمليات السلب تراجعت من 98 عملية إلى 32 عملية. بالمقابل منلاحظ ارتفاع محاضر بحق المروجين ومتعاطي المخدرات. إذا ارتفعت هاي المحاضر من 72 محضر بالعام 2013 كمتوسط شهري إلى 88 محضر في العام 2015، أما محاضر التعاطي فقد ارتفعت من 102 إلى 120 محضر. هيدي كلها مؤشرات بالعام 2015 تعتبر إيجابية، وإذا استمرت معناتها الوضع الأمني بيكون أفضل بكتير عن 2014 وعن 2013. وبعيدا من هذه الأرقام التفاؤلية، فإن الأوساط الرسمية تبدي قلقها من الأجواء الحكومية التي يخشى أن تؤدي إلى خضات تنعكس توتراً على مجمل الساحة اللبنانية.